السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم اليوم في قناه شيماء. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. قبل ما نبداو الفيديو، الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم واحد الطاجين تاع الخضره، يعني هذا بزاف صحي البنات، يعني صحي 100% بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم، ولا تكون عندهم يعني نقص المناعه، ولا كيما نقولوا حنايا يكونوا تكون عندهم الشهيه شوية قليلة ناقصة. المهم هذا الطبق هذا رائع بزاف بزاف، ويجي بنين، يجي ما شاء الله. هذا الطبق مغربي، ديته من عند واحد الأخت مغربية، واحد القناة رائعة ما شاء الله طيبت هذا الطاجين، وصراحة عجبني خاصة فيه الدجاج وكاع. يعني قلت نستغل الفرصة باش ندير طبق يكون رائع ويكون صحي في نفس الوقت. المهم بلا مقدمات، شا غادي نحتاجو؟ عندي الخضره هنايا اللي عندك، ديري دنجال، ديري بطاطا زروديه، انا درت هنايا كابويا كورجات، ودرت الزروديه، ودرت البطاطا. يعني هذا واش عندي الخضر. وانتم لا عندكم جلبان ولا فول ولا حاجه اللي عندكم يعني زياده ديروها، كاع الخضره اللي عندكم ديروها في هذا الطبق. المهم عندي الخضره، عندي شويه تاع القزبر ولا معدنوس، ولا استغلوا عليه كاع الا ما تبغوش. المهم وعندي حبه تاع الطوماطيش تكون شويه كبيره مقطعه كيما هكا، يعني طراف شويه متوسطين، ما كبر ما صغر. المهم وبالنسبه للدجاج هنايا هذا كنت دايرته في الكونجيلاتور، يعني راه مقطع واجد، مقطع طراف صغيره كيما راكم تشوفوا. يعني السر تاع البنه هو الدجاج، يعني لا بغيتو نتوما ديروا اللحم طحون كيف كيف كيما تبغوا، ولكن الدجاج احسن. بالنسبه للتوابل ايه ونسيتكم البنات، حبه تاع البصل تكون كبيره مقطعه، دي غوندال يكونوا كبار شويه يعني كيما طوماطيش، شويه تاع الزيت حوالي 2 ملاعق. بالنسبه للتوابل عندي الملح، عندي الكمون، عندي الكركم، عندي الفلفله حمراء، وعندي الفلفل الاسود، وعندي السكنجبير. هذا واش غادي نحتاجو فيها. المهم خليكم معايا تشوفوا الطريقه. البنات هنايا درت الدجاج كيما راكم تشوفوا، راح ندير البصل، كيما راكم تلاحظوا معانا نخلو هذاك البصل والدجاج يتقلاو مليح مليح، ونعاودو نتلاقاو. البنات هنايا بعد ما قليت البصل والدجاج تاعنا مليح مليح، راح نزيد الخضره. هنايا الخضره زدت لها شويه تاع الحمص، يعني تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروه، الحمص تاني مليح بزاف. المهم وهذاك المعدنوس تاني قطعته هكا قطع رقيقه. نديرو الطماطم، ونديرو البنات التوابل، نخلطو مليح مليح، ونعاودو نتلاقاو معكم. البنات هنايا بعد ما خلطت مليح مليح كيما راكم تشوفوا الخضره تاعنا تغلي، يعني خلوها تغلي شويه مليح مليح حوالي 5 دقائق ولا هكا، ونديروا الماء. بالنسبه للماء البنات على حسب الخضره برك، يعني ما تكتروش الماء بزاف. بسم الله كيما راكم تشوفوا على حسب الخضره برك البنات. هاني برقت البنات، شوفوا على حسب الخضره بركه، ما تكتروش الماء بزاف. غادي يعني حنا غادي نسحقوا هنايا الطاجين تاعنا، لازم يكون شويه عاقد باش يجينا بنين. المهم نخلي الطاجين تاعي يطيب، ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا في صحن التقديم. فوالا لي فيه ولا الطبق تاعنا بعد ما طاب، يعني البنات ما نحكي لكمش، جا رائع رائع رائع، يعني كلمه بنين قليله في حقه، جا ما شاء الله. البنات نتمنى تجربوه لانه وصفه ناجحه ورائعه كما راكم تشوفوا. يعني هنايا لكم الاختيار، تخلو فيه شويه تاع المرقه، انا خليت فيه في الحقيقه شويه تاع المرقه، ولكن صفيتها ما بغيتش، بغيت ناكلها هكذا ناشف. وحضرت مع الخبز، هذا الخبز حضرته ميمتي الغاليه ربي يحفظها لي، حضرت هذا الخبز يعني جا رائع مع الخبز الدار. يعني شنو نحكي لكم البنات، واحد الطبق، هذا الطبق نتمنى تجربوه البنات لانه صراحه رائع وصحي. لعجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي لايك، وتخلوا لي تعليقات مشجعه، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس. تهلاو في روحكم البنات، الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.